الخير. احلى ندى، واسمك ايه؟ احلى منا. لا بجد النهارده انا شايفه في عروض جامده جدا طول ما انا ماشيه في المول، وشايفه ما شاء الله في ناس كتير جايه على العروض، فحلو قوي. عشان عاملين تصفيات برده للصيف، الناس اللي عندها صيف في عاملين تصفيات للشتوي بقى، لازم عشان تحب الشتوي. يعني احنا عندنا تصفيات على الصيفي بالزبط. وعروض على الشتوي بالزبط. هنشوف دلوقتي شغل شتوي معانا. ايوه ده احنا لو استنينا شويه ممكن يعني ناخد كل حاجه من هنا. ايوه. طب قولي لي بقى ايه علشان الناس تسمع وانا مش هقطعك خالص. اول حاجه الناس اللي بتشتري من اي مكتب في المول يجيبوا الفواتير بتاعتهم ويطلعوا مكتب الاداره اللي احنا فيه دلوقتي. اي رقم فواتير؟ لا انت دلوقتي الحد الادنى اللي عندنا 3000. تمام. بس انت دلوقتي مثلا فواتير ثواني اتفضلي، انت النهارده مثلا شريتي 500 جنيه، فطبعا انت مش مكمله ال 3000، تخلي معاكي الفاتوره. هتيجي مثلا بكره تشتري مثلا ب 2500. تمام. فكده يعني هي ممكن تجمع الفواتير على ايام، مش شرط يوم واحد. بالظبط. احنا مش بنقول اقل فاتوره 3000. بالظبط كده. تمام. عندنا صندوقين، صندوق ده من 3000 لحد 10000. تمام. وده من 10000 لما فوق. تمام. طبعا دي جوائز ودي جوائز. تمام. في كلا الاحوال الاثنين جوائز قيمه جدا. بس كده. عندنا طبعا بنبدا الكوبونات اهي، ممكن برضه توريهم. دي كده الكوبونات معانا بالظبط كده. اهي لو بنكتب الاسم ورقم الموبايل ورقم البطاقه، دي الشروط بتاعت السحب. تمام. ودي تعليمات السحب برضو. بس وبنحط بقى هنا ايه؟ رقم 3 ده بقى الفلاير برضو بنديه للناس بحيث ان هي تتابعنا على الفيسبوك او كل الابلكيشن يعني بتاعت المول. تمام. ده رقم التليفون برضو بتاع المول، هم برضو لو حابين اي استفسار يقدروا يكلموني وانا هرد عليه. تمام. حلو قوي. حلو جدا جدا جدا. يعني احنا اهم حاجه لو في الاسانسير في الدور الرابع الجوايز ايه، ولا السحب على ايه، ولا الدنيا ايه؟ الجوايز هو لحد دلوقتي في ثلاجات وسلالات ومجازات تلفزيونات، بس طبعا لسه في جوايز قايمه يعني كبيره اكبر من كده، بس احنا لسه عاملينها مفاجاه لسه مش عليها. تمام. وبتبقى فيها دايره المحلات يوم الحفله، يعني احنا ان شاء الله يوم الحفله دي بتلاقي فيه عروض جامده جدا بنتفاجئ بيها اصلا. اولاد واولاد الاولاد والاحفاد والجيران، احنا هنجيب الناس كلها ونيجي حفله كبيره. تمام. ميرسي قوي يا ندى. يلا بقى نروح نشوف جولتنا النهارده ايه، وتابعوا فيديوهات مول القدس لان احنا هتبقى كلها عروض يا جماعه. بالظبط كده. كملوا الفيديو معانا الاخر. عاملين ايه؟ بص الكاميرا نورت ازاي ما شاء الله. تسلمي لي يا ندى. خلينا نقول للناس احنا هنا فين الاول. احنا في ضجه في الدور الرابع. تمام. جنب الاسانسير على طول. لو سالتي اساسا من تحت فين ضجه، مين هيقول لك؟ احنا عندنا ايه النهارده في ضجه؟ لانجري وايه؟ لانجري وهوم وير. لانجري وهوم وير، تشكيله عظمه بقى ما شاء الله، وعندنا عروض على كل حاجه. بمناسبه الجمعه البيضاء احنا بادئينها بدري قوي قوي عشان ندي الناس فرصه ان هي تيجي تشتري، كمان عشان في يجمعوا الفواتير وخصومات وكل حاجه. ويجمعوا الفواتير. مش احنا متفقين؟ ما هم هيجمعوا الفواتير، بس طبعا احنا متفقين ان كل فاتوره هتيجي تشتريها حتى لو ب 50 جنيه لازم تيجي توريها لي الاول. يعني توريها الحاجه اللي اشتريتيها، اللي اشتريتها. مش تمام. مش بفتشها طبعا، انا بس بشوف الشنطه وبشوف المكتب وكل حاجه. تمام. تمام. اسمك ايه يا قمر؟ هدير. حبيبتي عامله ايه؟ هتفرجينا النهارده على عروض حلوه؟ اكيد. طيب احنا عندنا شحن؟ ايوه. طب يلا نقول بسم الله. القاهره والجيزه. تمام. حلو قوي. هسيب لكم الارقام طول ما الفيديو شغال اسفل الشاشه للتواصل مع ضجه. هنبدا من فين؟ بس هنبدا من الاول هنا. عاملين تصفيات على الصيفي. حلو قوي. بصوا بقى ما شاء الله في حاجات زي كده، حاجات بقى لعرايسنا الحلوين ما شاء الله تحفه. بسم الله ما شاء الله. دي عامله جميله. دي برده دي عامله 230. دي ثلاث قطع. جميله قوي. دي 1 2 3. ودي عامله 175 كده، 200 برده. ودي حلوه قوي. الحاجات دي بقى في منها مقاسات بقى برغم انها تصفيات، ولا وان سايز بتلبس؟ هي اصلا وان سايز. تمام. عاملين تصفيات عليها ناس الحديث بقطع قليله. قطع قليله؟ طبعا، ما هي عليها تصفيات. تمام. يعني احنا بنصفي الصيف اللي عايز يلحق يجي على طول، لان بجد في شغل حلو قوي. دي جميله برده. ودي برده حلوه قوي. دي حلوه قوي. دي كده بتاعها شروان. بصوا بقى ندى، انا المره اللي فاتت خرجت واخده حاجات قد كده. على فكرة كل مره تخليني التصوير ده على فكره بيخليني اشوف حاجات ما بكونش شايفاها. لا وبعدين بينتبه للاسعار اللي هو لا ما ينفعش. بعد ما خلص الفيديو على طول بروح لهم. ماشي يلا بينا مع بعض. هنروح مع بعض نعمل شوبينج. بص ده، الله ده حلو قوي. ده كام قد ايه؟ ده عامل 280. نشيت وحلو قوي قوي ما شاء الله، وشكله شيك. هم عندهم هنا دلوقتي على بص اللانجري ده برده. هم عندهم جميل كولكشن لانجري اساسا، هم متخصصين في اللانجري، عندهم حاجات رهيبه. تمام. برده الحاجات دي ده عامل 180 جنيه 3 قطع. الله ده حلو قوي. انا عارفه ده جميل. ده جميل. ده بقى العرايس بجد تحفه، حلو قوي. هو في منه كمان الوان. قلنا بكام؟ 180. 180 ما شاء الله.
الصوف في منه الوان الطف اللي تحت لون مختلف كشمير والنبيتي جميل جدا. بص الليجن ده تحفه. في جبادي برضو دي حاجات بيج سايز اهي جميله. في اللانجري بيج سايز انا ماشيلكوا سريعا بس بديكوا برضو تفاصيل. من 90 ل 120 كيلو. من 90 ل 120. دي ايه الاخضر دي؟ بصوا دي برضو حلوه قوي. دي زي تحتيها كده اندر شيرت تحفه. وفي ده جميل قوي برضو. الحاجات دي شتوي ولا سبورت عموما؟ خامه السبورت شتوي. طب افرجينا على قطعه منهم. بصوا ده برضو سبورت كده. بصي ده هو الهاي ويست ده حلو قوي. مش هو ده ايه ده؟ قطيفه دي ما ده ايوه يعني ده العريس يا انسه جامد قوي الصراحه. وده برضو حلو قوي. انا برضو عاجبني الحاجات دي قوي يا ندى. هي الحاجات دي اصلا بتبقى حلوه قوي. بصي ده جميل. الحاجات الفرو دي يا جماعه انت لابسه بطانيه تحفه. والبنطلون بتاعه قطيفه جميل. بصوا تحفه. ده بكام ده الطقم ده؟ ده 185. 185 تمام. طيب يلا نشوف بقى الباقي. الله دي قمر قوي برضو. دي برضو حلوه قوي. بصوا دي خريفه. حاجات الفرو دي جميله. دي خريفه التيشيرت قطن الكم صح كده؟ تمام. وبرده الترنجات تحفه. الله والكاش ده حلو قوي. انت عندك كاشات برضو؟ يعني احنا عندنا ترنجات للخروج وترنجات شتوي وحاجات سبورت طبعا. بص ده جميل. دي حاجات اللي هي كاشات كمان ولانجري تخرجي بيها مثلا تقابلي بيها حد. بص ده قمر ده حلو قوي جميل ولونه مترقع تحفه. عايزه اقول لكم بقى تشكيله اللانجري عندنا بسم الله ما شاء الله كبيره جدا بطول المحل يمين وشمال. يعني. شايفين؟ بصوا هي ايه ندى بينها مكسوفه تفتح اللانجري. شايفاها دي مش عادتها يعني. على غير العاده. ايوه هوريهم بس الصوره عشان يبقوا عارفين. هي دي الصوره اللي هي هتفتحها دلوقتي. ده ثلاث قطع. ده ايه روب ولا لا؟ بس معاه البنت والبروك بتاعه. بصوا تحفه مع البنتي والبرا. هو كده بالظبط. جميل. لو انتوا مش عارفين تشوفوا بالظبط. اصل الحاجات دي للاسف ما بتعرفيش تشوفها بالظبط غير على الصوره من بره بتاعها. نكمل بقى بقيه الشغل بتاعنا. هنبص على ايه؟ عندهم الشد بقى. على المرتبات من اول 165 لحد 185. بسم الله ما شاء الله. الحاجات دي ملتون برضو طويله. دي خروج. دي سعرها عامل 230 250. حلو قوي. طب ورينا ده كده خروج. ده قمر قوي. بصوا الوان كمان في منه الوان. بصوا الموف بتاعه خطير. الحاجات دي بقى قمر بالشكل ده. في صوت خربت الدنيا. الله ده جميل قوي. بصي ده حلو قوي. على فكره في منه الوان. بصي ده الواناتك تحفه طبعا. عندنا منه الوان كلها. في البلافندر وفي البلوز خلصان دلوقتي 90 جنيه. هاتي فلوسه تاني. بصوا الله ده اللي هو رجل الواسعه وايت ليج. بصوا تحفه حلوه قوي ده. بسم الله ما شاء الله. ده مقاسه ايه؟ هو فري سايز. وده ايه؟ 3 اكس. وده 3 اكس. بسم الله ما شاء الله حلو قوي. بسم الله ما شاء الله تمام. في منهم اشكال كتير نفس المقاسات. في منهم اشكال كتير نفس المقاسات. الله بص ده بيك سايز حلو قوي. بسم الله ما شاء الله. وده كمان. بصوا الاشكال دي يعني احنا عندنا بيك سايز كمان موجود. قولي وتعالي مش مشكله. ايه؟ قولي وتعالي. قولي وتعالي ماشي يا ندى. اوعي تحرمي راسك. حاسه ان انت بتكلميني انا. لا اوعي يا حبيبي. ليه ما انا باكل برضه. ده قمر. دي زود ثلاث قطع. ده تحفه قوي برضه. ده ثلاث قطع. ده ثلاث قطع ازاي بس؟ ثلاث قطع. توب. هي التوب من تحت وفي وعليه. بصوا ايوه الجاكيت ده كان نازل في الصيف ومعروف يعني. انا شفته فهمت. طيب انا عايزه افتح حاجه برضو من البيك سايز يعني ممكن نفتح ده على ما ناخد جوله كده ونبص على الباقي. ورينا يا ندى. لونه حلو قوي. بصوا هو هنا يعني الحاجه اللي بره. بصي يمكن اللي جوه كمان اللونه احلى من اللي بره اصلا. الموديل فعلا حقيقي. انا بقول لهم اللي انا فتحوا لي كام حاجه بجد احلى من الصوره بكتير. الله بصوا الطقم ده تحفه. شايفين؟ ده خطير. دي في منه الوان. في كمان الوان هنا منه اهو. حاجه ثانيه. الحاجات القمر دي بتدلعنا النهارده. واو حلو قوي. حلو ده. ده بكام؟ 230 بيك سايز. عندنا منه الوان وعندنا كمان موديلات. اشكال كتيره قوي. بصوا في ساده اهو. البني اللي طالع موضه. بصي حاجه طويله شويه. ثانيه بس احنا لازم نوريهم بس من جوه. الداخليه. بصوا ده ميلتون يا جماعه. بصوا هو ميلتون معانا كده هو ما يكبرش. مع الاحتكاك والحركه. في كده فتحه بقى من تحت. شفت الضلع؟ والله تحفه. يعني تقدري على فكره تنزلي بيه لو انت في النادي تمرين ولادك في المدرسه سهل قوي الموضوع ده. بصوا برده هنا ده برده بيك سايز وتونيك بقى. 230 فوق. تمام. قطعه 230 بتيجي برده كده. حلو قوي. ده احنا عندنا تشكيله تحفه. التشكيله عاليه قوي. شايفين حاجات دي بتاعت العرايس.
ده حلو قوي ما شاء الله. في دي برده بصي دي والله انا شكلها حلو قوي عجبتني الكريزه دي. ايوه الكريزه دي تبقى عمر في رايك قوي جميله. انا بصي بميل ايدي كده احط ايدي. ايوه انا عارفاك انت هتقولي لي ايدي كمان على الجروبات تقول ايه الشورت. في منها برده الوان جميله قوي العرايس بيحبوها جدا منها البنطلون ومنها الشورت. تمام دي حلوه قوي للعرايس طبعا يا جماعه بسم الله ما شاء الله. تعالوا بقى ايه انا حطيت ايدي على حاجه جايه لك اهو بس انا بصراحه على حاجة. في اكتر من حاجه حلوه فانا مش عايزه على حاجه. واو بصي دي لا 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 ما تحطيش على ايه ولا الحاجه بتحلو على طول. طبعا ما ينفعش الشتا من غير جنب طبعا صح بس ما شاء الله لما تفتح اه دي الله دي برده كتره على فكره تنور قوي ولسه على فكره الناس بتشوفها بشوفهم حلو قوي. بصوا كمان اللي عليه يونيكورن ده ودي بصي جميل جدا بصوا عليه استنى ورانا نفتح كل حاجه بس اكيد انا بحاول اه علشان بس هنقول رينج الاسعار بالظبط صح كده يا ندى اه بالظبط كده احنا هنوريهم كل حاجه بس احنا بنوريهم من بره برضو عشان يبقوا عارفين الشكل يبقى عامل ازاي من جوه. انا هخليني بصي انت افتحي الحاجه ايوه مش هسيب الكاميرا من عليكي. واو ده فرو ده فرو يا جماعه حلو قوي بسم الله ما شاء الله. اه كان في الساده في السادة في البطريق ده البطريق بالظبط اعملي نفس دي على فكره عرفتي انا عارفاها دي جميله دي منها ست الوان عرفتي يعني انت سالت وعايزه صح كده سالت واستفسرت عشان الناس تبقى عارفه معايا منها ست الوان الناس تبقى عارفه برده. انا شايفه ان انت اللي حطيتي ايدك عليه تاخديه وانت ماشيه على طول. حطيتي ايدي على كام؟ على كام يلا بصوا يا جماعة يا جماعة يا جماعة بصوا بقى بصراحة هي حلوة قوي يا جماعة الموضوع كبير والله العظيم الموضوع كبير. لا بصي استني بس خليني اقول لكم عايز واحدة رفيعة لانه لا هيتخن هيتخن اكتر. لا ده فروة يحس احس ما هيزودني شايفة الحركات بقى خلاص يا ندى والله لايقة عليكي. استنى اجيبك من بعيد شوية عشان حرام كده اه بصي معلش دي حقي ايوه اديكي مساحتك حلوة قوي 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 درجتين للجريم مع بعض كده وهو شيك قوي. احنا عندنا منه الوان تانية يا في لون الخفيف الاسود عارف اسمها ايه اميرة ايه اميرة اميرة في لون الخفيف الاسود والجري الكحلي والاسود والجري. بصوا هنا عليه زي فيل او ارنوخ كده الله ده برده حلو قوي ده برده بصراحه عندهم حاجه لا ده خطير ده عاجبني قوي وده برده لا واليونيكورن اللي تحت ده برده خطير حلو قوي حاسه محير كبير يعني بصي في تشكيله تحفه ما شاء الله تشكيله كبيره. طب بصي دي بصي انت ده كده بصي انا إيه؟ انا شايفه بص على شايفه عامل ازاي خطير بجد عامل معاكم شوبينج انا مش عارفه والله بنجيبه لنفسنا. واو ولونه حلو قوي على فكره لونه من جوه والله الصوره ظلمه لا لونه هو كمان والله فعلا حلو قوي. بصوا بقى واو القمر ده ندى انا اشتريت تحفه ده خطير انا بجيبك تعملي جوله ده خطير ده حلو قوي بكام ده؟ 210 في منه مقاسات ولا 1 سايز؟ 1 سايز حلو قوي بسم الله ما شاء الله يلبس 75 85 اه بسم الله ما شاء الله. بصوا عندنا بقى كمان هنا بتحبي انت الجريز والاحمر بصي بقى بس والله العظيم بصي رأس السنة بصي استني في الحلقة هم محدش واخد باله مستحيها اه بصوا بقى قمر ده حسه خروج ده جميل بس عفريت جدا ماشي الله جاي معانا في الشتا تحفة ده قطن من بره ومن جوه مهير ها بصوا مهير من جوه حلو قوي اه لا والمهير بيدفي اصلا بيدفي جدا كمان حلو قوي. بصوا من فوق الاستك بتاعه عريض كده وليه كوت من تحت برده خطير الطقم ده ما شاء الله. ده بكام ده اللي هو كام 195 تمام اي انا شايفاكي بتقيسي وبتعملي حاجات كده انا قلت بصي دي قطيفه انا قلت بصي ايه ده انت بتقيسي على ما تيجي حلوه ولا لا ده تحفه عليكي يا ندى حلو قوي شفتيني وانا عاملاكي موديلز المره اللي فاتت في الفيديو بتقيسي وبتعملي ايوه طبعا الكريزه دي 230 سامحوني على صوتي يا جماعه لسه مش مظبوط لسه صاحيه. بص ده كده جميل برده دي شيك قوي عارفه كريز بينك كده حاجه غير العاده مش تقليديه تحفه. ما تقوليش لو سمحت لا انت لوحدك بتروحي على الحاجه على طول. بص بقى هنا تشكيله قمر قوي ده حلو قوي على فكره ده صوف تمام تمام اللي هي دي كانت طالعه دي
استنى افتح لك دي منها. تمام على ما تفتح بس ممكن على ده. اه ده دريس قطيفة. طب بصي ده وبيك سايز. بصي بعمل ازاي. لا خطير وفي لمعه. اه ده بقى دلع في البيت. دلع الدلع بصراحه يعني زيتي خطير. اه حلو قوي. بصوا من الجنب اهو الالوان بتاعته زيتي ونبيسي وفي اسود كمان. انا اللي بصور انا اللي بصور. بصي انا ده ايه بس. لا الطقم ده خطير. ايه ده القمر ده. ده خروج. ها ده خروج. اه ده برش مضلع صح كده. اه بس في منه الوان يعني. ده الفاتح برده احنا بتدفي ومش بتشف خالص. ده الفاتح الغامق. بس في الغامق بتاعه في منه الوان تانية ولسه تيه بس خلصانه. في بيتي برده. تمام في صوص بس هنخليه دلوقتي. تمام على ما الفيديو ينزل كل الشغل هينزل يا جماعه بالتفصيل. برده في منها الوان في نفس الالوان بس برده خلصانه. تمام حاليا ما شاء الله. تمام احنا قلنا في مول القص الدور الرابع. مول القص اللي داخله من الشوازليه واللي داخله من درب البربره. دي مكتب سفير الدور الرابع. فين دي قمر. طيب بصوا بقى بذمتك سامحوني على صوتي بذمتكم بقى الطقم ده ما يتخرجش بيه. ده قمر. لا ده عجبني ندى والله لو سبتيه انت حره في البيت. والله لو سبتيه انت حره. حلو قوي والله بجد. جامعه ده شيك قوي. ودروس كل حاجه. اه شيك قوي قوي وطري كده على فكره. ده خلاص بتاعنا ده لايق عليها جدا. اهو على طول اهو انا معاكي على طول. مش عارفه اروح واجي لان فعلا يعني عماله اروح واجي مش واقفه في حته معينه لان الشغل لفت نظري. باشا منورني يا باشا. شفت بقى احنا في مول القدس يا جماعه عشان ما نتوهش من بعض. بصوا جميل قوي ده. دي سمر ميلتون. سمر ميلتون. سمر ميلتون. محمود بقى هيظبطنا. محمود بقى اديني ايه في البيك سايز. ماشي وفي المحير. الله الله بصوا شوفي الزحة كله حفر في وش دماغك. بصي من جوه بقى خطيرة. والبنطلون خطير. شايفين؟ جامد جدا. ده كام القمر دي قلنا؟ 22. شكرا. حطيلي في شنطة بقى. بصي برضو ايوه ماما احنا الشغل 22. بصي كل يوم بيجي لهم تشكيلة قبل اليوم اللي قبله. حقيقي ما شاء الله ودايما عاملين عروض. بسم الله ما شاء الله. والمحل كبير زي ما احنا شفنا ناحية اللانجري وهنا ناحية الهوم وير. حلوة قوي قوي ما شاء الله. الاشكال كتير ما شاء الله. الموديلات يعني كتير قوي. بس ده بيك سايز. هتختاري ده هتختاري ده. ممكن افرد ده. ممكن جدا على فكره. بنحب نفسي وبحب البيك سايز بالتحديد. واخد بالك انت بنحب نفسي. لو انت فاكرنا بنتضايق. لا 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 خالص. انا ومتابعيني كده برضو ويروحوا اي مكان. انت فردت المدام شيماء كتير افرد لنا لو سمحت. فخلاص يعني. بصي دي قمر. دي خروج. اه بصوا واو تحفه. حلوه قوي. خطيره والله. اه وخامتها حلوه يا ندى وريني. اه بصوا الخامه قطن من جوه ومن بره. بس القطن الشتوي مالها يا تلبيس 95 كيلو. تلبيس 95 كيلو. اه سمر ميلتون. تمام جميله 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 بس ما شاء الله. لا التشكيله تحفه بجد. احنا في مول القدس الدور الرابع يا ندى. بالظبط مكتب دلتا. مكتب دلتا بالظبط كده. تمام بس ما شاء الله. لازم تتشارك. افرد. حد بيقول لك حاجه؟ احنا مش مصدقين خالص. انا مش زعلانه ولا اي حاجه عشان انا بتفرج عليه بيعجبني الصراحه. لا احنا اللي بنتفرج عليه بناخده. اسمها كده. بصوا بقى مالكيش حجه. عروسه بقى ليدي كده عروسه رفيعه معاكي. تلبس 100 كيلو. تلبس مع حد 100 كيلو. تمام هو 100 كيلو ده اقصى حاجه عندك؟ اقصى حاجه 100 كيلو. عندي حاجات 120. لا يعني في تخيلاتك 100 كيلو. محدش يعدي ال 100 كيلو يعني معانا. لا براحتكم على فكره. هتلاقوا برده مقاسات وهصور لكم مقاسات قمر. الله ده دلع دلع دلع. شايفين؟ يعني هو بصوا حماله ويعني وعلى الصدر على طول بس بيدفي برده. بيدفي ولا بيدفيش؟ بيدفي. بص والله العظيم شكله شيك خطير. والله تحفه. انا بحب الخامه دي. انا عندي بيجامات من دي يا ربي مش قادره اقول لك. والله يا محمود البيجامات اللي انا جايباها من دي فظيعه فظيعه فظيعه. جميله عامه. اللبس بالظبط موجود منها اربعه. بس ممكن تخرج بيها يعني. اه ممكن تخرج بيها فعلا. انت الصراحه ايوه موجود منها اربع الوان. منها الكشمير والابيض والكافيه. تمام الابيض بتبقى خطيره ندى خلاص وسعت منها. انا ما شاء الله. التشكيله اه وريني دي. دي تعرفني يعني دي. اه احنا خلاص مش غربه عن بعض بقى. بصوا ما شاء الله حلوه. دي سمر ميلتون. اه انا بحب الحاجات دي قوي قوي. تنفع قوي في الخروج والنوادي وللبنات كده لو في ضيوف في البيت يلبسوها فبتبقى قمر. خلينا اجي لك اوسع شويه. واو لونه خطير اصلا. في منه اربع الوان. في منه اربع الوان يا جماعه خطير تحفه. ده حلو كده. ده مقاساته ايه؟ وان سايز.
ده تحفه يا جماعه. وان سايز كمان. بس معاكي تلبيس محير برضه لو بنت 16 سنه ولا حاجه. صح كده، هو بيجاوبني على الاسئله اللي في بالي. تمام ميرسي. على حد 75 كيلو تمام معانا لغايه 75. تمام حلو قوي، عجباني بصراحه. ليها ثواني، اديني الوش، اديني الوش. ده ليها شداد من تحت، شفته وانت بتلفها؟ بصوا ليها شداد هنا اهو من تحت علشان تبقى ايه عارفين. اه نادي بقى، يلا تحفه دي حلوه قوي. احنا قلنا بكام؟ قلنا بكام؟ قلنا بكام؟ 185. تمام حلو قوي. خلصنا؟ خلصنا. لكن لسه جولاتنا في مول القدس ما خلصتش، عندنا جولات كتير جدا جدا. تابعوا جولات مول القدس، كلها عروض يا جماعه، كلها عروض وكلها فواتير وكلها سحب وكلنا كسبانين. ايوه بجد الفيديو كان مميز وانا مبسوطه جدا انا كنت معاكم النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله. باي باي يا محمود، باي.